السلام لي زعمي، مرحبا بكم معايا فيديو جديد. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو ماكو صداع، حشكم بزاف بزاف بزاف، وسمحوا لي على الغبره حيت الصراحه من تخرم مدار ما صورتش لكم حتى في انستغرام، ما بقيتش كنبان لكم بزاف. دونك اليوم قررت باش ندير لكم فلوغ ضروري، ما يخرج رمضان حتى ندير لكم شي فلوغ في رمضان. ما يمكنش صراحه، ما كنتش معوله كاع نصور في رمضان. شفتوا كاع دوك الفيديوهات اللي كنتو كتشوفوا في رمضان كنا مصورينها من قبل، وكنت كنقول صافي غنحط لهم هذوك الفيديوهات في رمضان، ومن بعد غادي مور العيد غادي نبداو لكم عاوتاني. ولكن دابا قلت علاش لا قلت لكم علاش ما نديرش لكم فلوغ في رمضان. المهم دابا اليوم غادي تجي عندي فاتي تفطر معايا، وغادي نوجد ليها الفطور، وخليكم معايا باش تشوفوا الصراحه الحداقه ديالي في اخر لحظه. دابا راه بقات شي ساعتين واذن وانا باقا ما درت والو. تعجبكم هذا الفلوج تبارطاجيو مع صحابكم وتخليو لايك. اليوم هلاو شوفوا ملبسين تريكو تريكو كبر منه حيت وسخ حوايجو كاملين. المهم هذا اللي ما كيعرفوش، هذا ولد خالتي صغير فين تبان معايا في واحد الفلوج. يا ختيتي يا ختيتي على الزين ديالي، بوسني بوسني لي بيجو محلا. اكثر در اللي كيبوس في العالم هو هذا، ما يمكنش تقول لي بوسني وما يبوسكش. انا نقول لك لا كاع باش جيعان. دير لهم دير لهم دير لهم هذيك البوسه درتي لي قبيله، دير لهم للاسف طلع لهم بحال شكون بحالكم يا المهم دابا غادي نصايب البريوات ديال البطاطا، وغادي نبارطاجي معكم كيفاش كنصايبهم انا. الصراحه عمري ما كنت كنصايب البريوات ديال البطاطا، فيما كنسمع البريوات ديال البطاطا كتجيني بيزار كيفاش البطاطا في البريوات، ولكن فاش جربتهم جاو بنان عتوليت مدمنه عليهم فتره مدالو. فيما كندور كندير البريوات ديال البطاطا ولاو عزازين عليا، ودابا غنصايبهم ونوريكم شنو كندير فيهم. دونك البنات اللي مهتمين خاصكم تشوفوا هاد لا غوسيت بنين. الصراحه البنات اللي ما عمرهم ما جربوهم البريوات ديال البطاطا كيجيو واعرين. دابا غادي نقطع البطاطا، معرفتش فين هي البطاطا وفين هو داك الشيء كامل. الصراحة أنا في هاد رمضان هذا أنا كتعرفون عزيز عليا نطيب وداك الشيء حادقة واحد شوي، ولكن في هاد رمضان هذا مكندخلش الكوزينة بزاف، مكنطيبش بزاف حيتاش كنت باغا ندير ريجي. متفهمو والو حيتاش كنت باغا ندير ريجي، شي يامات درت فيهم ريجيم شي يامات كنخسر ريجيم، حيتاش كتكوني صايمة والطابلة كتحط قدامك عرفتي شناهو، راه متقدروش العذاب الأليم ميمكنش. صافي قلتو معرفين الصيام وداك الشيء كنبقاو نتشهاو وداك الشيء وداك الشيء. المهم دابا ما عندناش بلا ما كثر لكم الهضره، دابا غادي نصايب البريوات. غادي ندير البطاطا تسلق، من بعد فاش نسلق البطاطا غادي نوريكم كيفاش غادي ندالها حكا. وغادي نصايب هذه فاتي اللي اقترحت عليا، تايدي عمرني ما درتها فاتي كديرها، قالت لي ديري لي. قلت لها شنو بغيتي شنو بغيتي؟ قالت لي ديري لي الكراتان ديال سباكيتي. قلت لها كيفاش؟ فهمتش. قالت لي ديري سباكيتي طيبه عادي وديريها في وديريها في داك المول ديال الكراتان، وديري فيها صوص بيشاميل وحكي عليها الفرماج ودخليها للفران هكا تجي واعره. وكان اليوم نجرب ونقول لكم كي جات زوينه ولا ما زوينهش. الصراحه هادي شي حاجه جديده عليا، ممكن نديرها ممكن ناكل سباكيتي عادي ممكن ناكلش كراتان، نديرها اليوم كراتان. عارف حنا رمضان اصلا عشو كيجيو فيه بزاف الاختراعات، شي حوايج حتى كتجربوهم كيجيو زوينين. نجربو اليوم سباكيتي كراتا. المهم انا نوريكم شويه شنو طالع عندنا في الكوزينه. شوفو الحريره كطيب هنايا، باش نصايب لاصوص طوماط ديال سباكيتي. اوف صراحة الفكرة زوينة، ما عرفتش ندير الطوماط كديالي. شي مسكينة جات معدبة جات مع الكيش وداك الشيء. شنو نوريكم داك الشيء جابت فاتي؟ شوفوا انا حادقة كنحك الثومة، هي حدا قالت تحك الثومة بحالها. انت ما كتحكيهاش كتقطعها كتحط في الامان يا اختي، ما كتحبش كتطلق. الصراحة كطلع في كاع الحالات. الثوم بنينة الثوم، كيفاش ندير ثلاثه طروسه ديال الثوم. فيا الاصدقاء دابا غادي نمشي دابا غادي نمشي نشوف هذيك البطاطا فين وصلت باش نوريكم كيفاش غادي ندير البريوات. شوفوا انا نقول لكم البطاطا كنسلق كنطحنها، كنديروا بحال غديروا لا بيغي، كنطحنها كندير فيها الفرماج والزعتر والربيع والملح والبزار صافي، وكنعمر بها وكن كنحك الموتزاريلا والفرماج احمر، وكنشدها فاش كنبغي نعمر. انا نوريكم الطريقه.
كنحكم وكنديرهم في الطبسيل. فاش كنبغي ندير كل بريوه كنشد داك الكوره بحال هكا وكندبرها في داك الفرماج صافي كتجي مالي منعودش ليه. صافي دابا البصله والثومه وزيت العود غنديرهم يتشحروا. فاش دوزو الشوط والله شتي الشوط حيمت عليا مع القرايه وداكشي والله ما كنحسو كاع بالاجواء اللي راهم بعاد صدين علينا مع ديك الثومه صافي بحال اختي انت اللي كتمشي تقراي وما كتدخليش الكوزينه وما كتدخليش الكوزينه يلاه كندخل في الوقت كنغسل الماء داك على الكذوب والله شي كنغسل علاش كتكذبي شي يومين عاش قدام الكاميرا بابا انا وماما باش ندير انا وماما وشي ما عندهاش خواتات كتعدى في رمضان والله والله حاله ما واهل عرفتوا الناس اللي ما كنتوش تولدوا جوج بنات بلا ما تولدوا وحده الصراحه وعلى هذا النص هي ما كنتش غتولدوا جوج بلا ما تولدوا وحده حيت الصراحه وحده كتحس بالظلم بس كيلو كي الثالث مش تشقى. المهم انا عندي احساس قوي ان اليوم غيأذن علينا وحنا باقي في الكوزينه حيت انت واحد الدفاعات قايله اختي هادشي اللي طلعت شو الله يشاء الله يحسن العوال العيالات وداكشي والله يشاء رمضان كيعيط وكيسخف عرفتي شنو كيفاش تكون صايم وتبقى في الكوزينه نهار كامل عيب الموت الموت اش دابا انا مخوله دخلنا الكوزينه صافي شحال دابا شي حاجه كتحط كتكال دغيا تقدروا تطلبوا شي ساعتين تقدروا خصوص بحالي انا ولا فاتي تقال في الطيار قول لهم شحال كندير في بيض ومطيشه فاتي في ساعه ونص وحك الله ولكن عرفتي احسن بيض ومطيشه تقدروا تاكلوها في حياتكم يا ديالي بنينه بزاف ونجي لي الدراري على صفر واحد ما تقولش تجي عندي علاش ما عرفتش لا عرفتي هادي كنكون سخفان انا اصلا قلت لكم دايره الريجيم في رمضان بغيت نضعف وحالفه على راسي حتى نضعف نقص واحد 3 كيلو والله شي اللي غنديرو انت غتشوفي غنفطر معاك غدا انت كتقولي غندير ريجيم ما درتيش شوفوا عقلوا على وجهي بلاش 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 عقلوا على وجهي دابا وعقلوا على وجهي ديال نهار العيد نهار العيد فاش غندير لكم فلوغ غتشوفوا وجهي كيفاش غيكون عقلوا على هذه الحنات ربقه حقه عقلوا على نهار العيد ما كيفكش عارفه الريجيم الخارق ديالي كيفاش داير راه في السيمانه كندير حنا كي كيدخلوا دابا عقلوا على هاد الحنات عقلوا عليهم وعقلوا على حناكي مورا العيد عقلوا مزيان سكريني سمعوا سمعوا فاتي اش كتقول شكون في حالي ما كيشربش الحريره انا ما كنحملهاش انا اختي كنموت على الحريره ماشي كنموت على عزه عليا كنشربها كنتشها بعد المرات في رمضان اش انت حبتي شنو هي الحريره الحريره البنه شكون اللي عزيز عليه الحريره وشبكيه انت شحال من واحد تلقايه عزيز عليه الحريره وشبكيه اللي عزيز عليه الحريره وشبكيه خليها لي في الكومونتير ضروري خصك تجربيهم صاحبتي رماني كنت كنجرب ما كنتش كنجرب مش كنت صغار كنت يا زعمي دابا غادي نعمروا البريوات اي سلقت البطاطا تسلقات درت فيها الربيع والزعتر والملح والبزار والفرماج متلات هذاك المثلث الخير في مساعدة في رمضان مزيان راه كتبان لك دغيا راك لا 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 نو وخا حاجه تخلط هذا باش ديالك ها انت الدري صغير عطو السينيات شوف وي اللي نسيت ما حكيت الفرماج حسب الموتزاريلا ولكن ما بقاش الوقت صافي غندير غير هذا غنقطعو اصلا هذا كنديروه في البريوات ديال الحوت تجي زوين كطويل وكل سيكار كنديرو فيه مغص فهمتي قولوا ما حادقينش حنايا قولوا انا ما حادقاش قولوا ما حادقاش حادقه ونص كتزيدو ماما فاش نشري التكوار نقول لكم التكوار كوار الفرماج فوق منه البطاطيش بحال هكا يتكا ايه كان في ايه لعبنا لعبنا بزاف اليوم شوف هذا البريوة كنصيب ولكن عرفت شنو هي ما كنعرفش شنو هي هذيك براوة؟
علاش نقصت الورقة على النص؟ حيت الثوما كيجيو صغار ماشي كبار بحال ديال الحوت. الحوت راه كدير الورقة كاملة. تطلب صلاة ميري غنخليك بلا فطور اصاحبي. سيري سيري أتحكي طيبة وخلي أنا صوب بريوات. يلا نخليك تصير بريوات. أنا غادي نمشي ندير لاصوص طوما ديال سباكيتي ونخلي فاتي تكمل معكم بريوات. اياد اش بقى حدايا دايا هيا في الخصاوطه هيا صوص طوماط كطيب ماما يلا صوص طوماط بغيتك تبقى كده صغيره باش ينزل عليها الكاتشب وغادي نوريكم الطريقه كيفاش غادي ندير سباكيتي كراتا كان رجعتني غريبه الصراحه اللي كنتو زعما كديروها قولوا لي في لي كومونتير كيف تغير انا بوحدي اللي مخبرش هاد البلان دابا زدت الكحشه والزعتر وملح وكذا شوفوا العصوص ندير كي تشي يلا كتشي كتضرب على الحساب عشان نقلع علاش كنضحك خاصكم تشوفوها عشان تشي حتى هنا وين شفتوها شحال كتشي واحد الريحه طالعه من الصوبه حداك بقات في حداك حداك ماشي كتعرف الطيب هي حداك حداك كلمه وخفي هذوك البريوات الحادقه خفي فيهم من واحد شويه كل حدا خلي نلوي لا لا خفي نعاود الحاجه اللي كيشدها انت انا مش كتجيني وهذا اللي غادي تسقطي حتى تسطمات في الباب وغادي تعاودها الله يحفظك الله يحفظك الوحيده بقات الحادقه واه شاهي الصراحه كيش ما صايبتش شنو فيك فيها صدر ديال الدجاج كيش عقلو على الفطور غيدخل فيه طلع عربي واحد جوج ثلاثة ربعة خمسة ستة سبعة ما يصحش دفني الدوخة طبعا ندخل البريوات الفران البريوات انا تحطها في لا 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 خليك ليا صحيبتي لا يخطك عليا حاجة تعاوني ومرضية وكتسمع الهضرة لا تكون شي صاحبة بحال طاش شو انا عمري ما درت سباكيتي الفطور شي جاج هادي ما طيح عليا شي جاج سباكيتي كراتا ولا شي باش ما درت خاطرك حيت جيت نفطر معاك دير لي خاطرك شنو بغيتي انا بغيت باتشي غادي تدير البشاميل هاد الوصفه راه ديال باتشي باتشي كتجمر جميع انواع لي بطاط بكاع الطرق ما عزيزيش هذي لا فاطمة ما كيفاش لا فاطمة كي ما من زعمي حدا بجي نستراح شوية شو سخف نشوفو فاتش ماشي مسكين الله يسمح لي من هاد النار وصافي شو هادشي علاش ما كنبغيش ندير لكم لي فلوغ في رمضان راه الصراحه راه العيا عرفتي شنو هي فلوغ رمضان صعيب راه جربت هذاك العام كي درت لكم زعما بغيت ندير فيها واه راه غندير تشالنج وغنصايب الفطار بوحدي ندمت على حياتي من تما كرهت شي حاجه سميتها التصوير في رمضان من تما ولكن على قبلكم ها هو كيأذن حتى مرا اختي شنو انت كيجا كتاكل قول اللهم لك الصوم تاع الصحه افطار صباح في الليل عندي ما قدمش واخر الذهب الظما او ثلاث العروق وتوت الاجر ان شاء الله ليو صاحبتي قولي ليو انا وصاحبتي دابا غنوريكم الخشي صايبنا كامل في الفجله فاتي بدات الله يتقبلها فاتي بقات شي هضره بقيت تسمع الصوت دابا عرفتوا بالصباح انا كنصور لكم في الاخر لقينا فيديو ما خدامش عطيتكم الراي ديالي في لي بات في الكيش لا الكيش يلا كنت نعطيكم الراي ويلي ويلي تمام ماشي ما درتش خاطر انا كنت كيش والو شوفوا لي بات جات واعره عاتي ما
خاصكم ديروها. شنو توقعها غنجي بحال هكا؟ شنو قلتي لي؟ قلتي لي غادي نقول لهم الفكره ديالك باش الا ما صدقاتش. جات بنينه الصراحه. ما كاينش تواز وعاد. نعطيك الصحه. حسن؟ لا صاحبتي حداوي شي. ما فهمتش غادي تبقى تحداوي وغادا ترجع بالله. كنت زعما كنقطع التقليه من حخيبه كتبدا تفرقع داكشي البقبق ها هو حل اليوم من تحت هذيك السهاجه صافي من انتقادات لا عرفتي ذاك العام ذاك ياقوتو عام بار كان واعر كان مسرع تي سلامات ديال ذاك العام واعر انا متفرجتش في سلامات حمزه عجبتني فرجه امي ما نهزاش على ذاك العام شو غادا الخدمة غادا بحال حمزه كم تنشوفوا في لك برانك هكا نقطع هذيك البلاصه من ندير قيط كنقطع اويو او خصوصا الجيع انا او عرفت شنو هي الوعد قاعد في البحر هي الوعد حتى هي لا الوعد شنو هي مكتوت عن خامون كنت كتخرب كتسد عليهم هذيك واعد ولكن قرص البحر صاحبتي عرفتي هذيك الخلعه اللي بصح كيبان لهم تم شي لي بيراميد صح صراحه كلهم واعرين هذيك ديال الاهرامات وهذيك قرص البحر وديال الطياره حتى هي واعره